مكنسة دي 3 من هيبنوتك الذكية. حجمها صغير، شكلها أنيق، مرونة في الاستخدام، تقنية عالية، سهلة الفك والتركيب، تمسح وتكنس في جهاز واحد. طريقة تشغيل وربط المكنسة لمرة واحدة على جوالك: نقوم بتشغيلها بالضغط مطولاً على زر التشغيل، ومن ثم ندخل إلى تطبيق هيبنوتك. قم بالضغط على إشارة الزائد في الأعلى على اليمين، ومن ثم نقوم باختيار الأجهزة المنزلية الصغيرة، ومن ثم اختيار روبوت التنظيف واي فاي. يجب أن تكون شبكة الواي فاي بتردد 2.4 ميجا هيرتز، وقم بالضغط مطولاً على زر الواي فاي في المكنسة. تأكد من وميض المؤشر واضغط على التالي. سيقوم التطبيق بربط المكنسة على جوالك، وهذه العملية لمرة واحدة فقط. تمت إضافة المكنسة. اختر المكنسة دي 3 من قائمة أجهزتك وابدأ عملية التنظيف. مكنسة دي 3 ذكية جداً وتستشعر الأجسام حولها، وبتوجيهك أنت عن طريق الجوال. تنظف الأرضيات بجميع أسطحها المستوية، وتنظف السجاد، خزان الماء هذا والفوطة التي توضع عليه، سهلة الاستخدام والتبديل، ويمكن غسلها لعدة مرات. طريقة تبديلها سهلة، ما عليك سوى أن تقوم بالضغط على هذا الزر الأصفر وسحبه إلى الخلف، ومن ثم تبديله بكل سهولة وأمان. والآن هي تساعدك على تنظيف كوب قهوتك المسكوب على الأرض وأنت في مكانك وعن طريق الجوال. مكنسة دي 3 من هيبنوتك، شريكك للراحة.